وللحديث أكثر عن انتهاكات الميليشيات ضد الأهالي العزل في عدد من المدن والمحافظات العراقية وما ينتج عنه من تغيير ديموغرافي، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك معنا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتورة. القوات الحكومية كما تلاحظين وميليشياتها ما زالت تواصل حملات التفتيش والاعتقال في نينوى والأنبار وديالى، بماذا تفسرين هذه الهجمة الشرسة ضد أهالي تلك المحافظات والمستمرة حتى هذه الساعة على الطرمية؟ الميليشيات والقوات الحكومية عن طريق هذه العمليات التفتيش والدهم والتي تصاحبها اعتقالات وعمليات تهجير وغيرها من الانتهاكات، كلها في الحقيقة تدخل في إطار الانتقام من أهالي هذه المناطق. طبعا هذه العمليات مستمرة ومنذ فترات طويلة، نعرف جيدا النزعة الطائفية لهذه الميليشيات ودوافعها من أجل تحقيق أهداف معينة ضد أهالي هذه المناطق وجعلهم يعيشون حالة من الإرهاب والرعب والخوف المستمر. إضافة إلى ذلك بعد الانتخابات هناك عمليات انتقامية خاصة بعد أن هذه الميليشيات لم تحقق أغراضها وتحصل على مبتغاها من خلال الانتخابات التي حصلت في أكتوبر. يعني هذه العمليات مستمرة كما تفضلت منذ فترات طويلة وسوف تستمر، إضافة إلى ذلك لأن هناك أغراض بعيدة المدى ترمي إليها هذه الميليشيات ولديها مخططات في هذه المناطق ضد أهلها وضد الأراضي وممتلكاتهم ومزارعهم. وهذا يحيلنا لسؤال آخر دكتورة عن التهم التي توجهها تلك القوات الحكومية للأهالي كي تقوم بتفتيش بيوتهم واقتحامها واعتقالهم بالطرق التي نراها. يعني الاتهامات هم يدعون أنهم يفرضون الأمن ويكافحون الإرهاب وهناك خلايا نائمة، خلايا لعصابات إرهابية ومنها تنظيم الدولة وغيرها من يعني الذرائع، وكلها هي مجرد أساليب تتخذها هذه الميليشيات والقوات الحكومية من أجل التغطية على أهدافها الحقيقية ضد أهالي هذه المناطق. لو كانت هناك عمليات يعني مثلا لفرض الأمن والقضاء على الخلايا النائمة، لماذا لحد الآن تستمر الهجمات ضد أهالي هذه المناطق واستهدافهم عن طريق التفجيرات وعن طريق الهجوم المسلح وغيرها من الأعمال؟ لماذا لا تستطيع لحد الآن هذه الميليشيات والقوات الحكومية أن تفرض سيطرتها على هذه المناطق؟ هي في الحقيقة هذه مجرد ذرائع، وهي في الحقيقة هي التي تسهل دخول هذه المجاميع الإرهابية من أجل أن تجدها ذريعة للهجوم بالتالي والانتقام من أهالي هذه المناطق. وحادثة القرى في المقدادية يعني أكبر دليل وأوضح يعني قضية مؤخرا حدثت وحادثة حدثت في العراق. نعم فعلا دكتورة، تزايد الحملة بعد المقدادية على الطارمية لا سيما بعد نتائج الانتخابات التي أظهرت ضعف شعبية الميليشيات، هل بالإمكان القول بأن ما يجري هو محاولة لإرضاء جمهور الأحزاب الطائفية أو أنها بين قوسين تحاول الانتقام من الجماهير؟ هي بالضبط هي محاولة للانتقام، حيث يعني كانت بالنسبة لهم صدمة يعني كبيرة بعد كل هذا الذي ارتكبوه من جرائم ومن مجازر مروعة ومن عمليات تغييب قسري إلى قتل وإعدامات ميدانية إلى التعذيب إلى غيرها من الفيديوهات التي حاولت الميليشيات بكافة الطرق أن تبثها من أجل يعني الحصول على مبتغاها في إرهاب المواطنين وجعلهم يعني يذهبون إلى
صناديق الاقتراع وانتخابهم، وبالتالي لم تحصل على مبتغاها. هذا يعني أثارها وجعلها يعني تخرج عن هي أصلا تستمر بهذه الأعمال، ولكن لم تتوقع أن تكون النتائج بمثل هذه الطريقة، ولهذا كانت الهجمة مؤخرا هجمة شرسة يعني في المقدادية والآن في الطارمية وفي الأنبار وفي نينوى. يعني كل هذا دليل على أن هذه الميليشيات قد فقدت يعني السيطرة، خاصة بعد هذا يعني يعني النتيجة التي صدمتها، وبالتالي هي تحاول أن يعني تقول لقاعدتها ومن يريد أن قواعدها الشعبية ومن يريد أن يدعمها مع قلتهم أنها لا زالت تسيطر على يعني على مجريات الأمور وتستطيع أن تسير الأمور بما تبتغي. نعم دكتورة، كثيرا ما يثار هذا السؤال عن موقف الحكومة من هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات. الحكومة تقف موقف المتفرج مع الأسف الشديد والشاهد على هذه الجرائم دون أي حراك حقيقي يحمي هذه قطاع واسع من الشعب والذي تقع حمايته على مسؤولية الحكومة. بل الحكومة توفر الغطاء القانوني من أجل أن تستمر الميليشيات بأعمالها. يعني الحكومة لماذا لا تستطيع أن تقبض على المجرمين الذين يتم بث صورهم في الفيديوهات المصورة والمقاطع المصورة وغيرها وشهادات الشهود؟ كل هذا يعني يجعلها ليست في موقف متفرج بل متواطئ، بل متعاون مع هذه الميليشيات. ورأينا أخيرا كيف أن القوات الحكومية فيما حدث في قرى المقدادية كيف أنها ساعدت الميليشيات عن طريق إخلاء الناس وتهجيرهم من مناطقهم. لو كانت هناك حكومة لماذا لم تفرض سيطرتها وتحد من أعمال هذه الميليشيات وتمنعهم وتفرض سلطة الدولة وتفرض سلطة القانون وتقبض على المرتكبي هذه الجرائم، بل تقبض على المحرضين الذين يعني يستمرون بإطلاق الشعارات الطائفية والتحريض ضد أهالي هذه المناطق، وبالعكس يعني تحمي هذه الميليشيات عن طريق إطلاق شائعات أن هناك يعني طرف ثالث. من هذا الطرف الثالث الذي لحد الآن لم يتم العثور على أطراف خيوطه؟ هذا الطرف الثالث هو الطرف المسيطر في العراق وهي الميليشيات، والتي تقوم بهذه الأفعال والحكومة عن طريق يعني القنوات القضائية والقضاء في العراق يعني تعمد إلى التستر على المجرمين الحقيقيين والإفلات من العقاب، كما هو أصبح يعني ظاهرة يعني موجودة في العراق. يوسع رقعة المساءلة للمسؤولين الحكوميين والمسؤولين في الميليشيات دكتورة في المستقبل. نعم بالتأكيد، هم الآن يعني يفرحون أنهم يعني يرتكبون هذه الجرائم ولا يوجد من يحاسبهم، ولكن هذا في الحقيقة لا، مجرد يعني مسألة وقت عندما تنجلي الأمور، عندما يسيطر الشعب العراقي ويغير جذريا الأحوال في العراق، هؤلاء المجرمين سوف يجدون أنفسهم تحت المحاسبة القانونية ويخضعون إلى الاستجواب والتحقيق للعثور على كل أطراف والمشاركين في هذه الجريمة، وبالتالي أن يتم محاسبتهم وبسط العدالة في العراق. مهما مضى الوقت ومهما استمر المجرم في إجرامه، لابد أن يأتي الوقت ويأخذ المظلوم حقه، لأن الحقوق لا يمكن أن تسقط، الحقوق باقية ما دام هناك من يطالب بها. والحقيقة الآن يعني كما نرى أن يعني الشعب العراقي لم يعد يسكت ولم يعد يعني تنطلي عليه هذه الألاعيب وهذه يعني المحاولات التي تقوم بها الميليشيات من أجل اتخاذ الغطاء الطائفي من اجل يعني انفاذ اهدافها في العراق وتغيير ديموغرافية العراق والقضاء على مكونات العراق والقضاء على اللحمه بين الشعب العراقي والقضاء على بالتالي على السلم الاهلي والسلم المجتمعي في العراق. أشكرك دكتورة فاطمة العاني عبر سكايب من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا لك.